غرفة جيمينج يا عيال. وات؟ غرفة جيمينج؟ ايش السالفة؟ ايش اللي صاير؟ ما ادري يا عيال، هذه غرفة رقص ولا ايش السالفة؟ يا هكرات ايش وضعكم؟ ايوه العب العب يا الديسكو. دايم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. رجع لكم في مقطع جديد من لعبة بريزن تايكون أو محاكي مدير السجن. أتمنى الحلقة هذه تنال إعجابكم، اكتبوا لي رأيكم في التعليقات عن اللوجو الجديد وعن الأنترو الجديد. طبعا اللوجو سألت اللي عندي في السناب، يعني ضيفوني في السناب هنا، سألتهم شو رأيكم في اللوجو، فكلهم عجبهم فثبتنا اللوجو. لو انت عندي في السناب كان امتاك تبدي رأيك في اللوجو، اتمنى ضيفوني لا تنسون. وقبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون الصلاة على النبي، وكمان تعطيني لايك واشتراك في القناة اذا ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات، ومشاهدة ممتعة طبعا. وبسم الله يا عيال، على طول دخلنا على الجيم. من كثر ما ان احنا ساحبين عليه يا عيال صرت ناسي ايش المفروض اسوي ايش. والله يا عيال اني سحبت على السلسلة هذه، لكن يا اخي سحبت عليه يا اخي من قهر. يا اخي التنظيف شيء معقد، شوف يعني الان لازم تنظف ولازم تهتم في النظافة وكل شيء تنظف لحاله، فشوي يعني اللعبة ما هي مساعدة. المفروض اللعبة تساعدنا شوي، المفروض. طبعا شايف في اشارات جديدة طالع فوق اللاعبين. هم اصلا نزلوا تحديث للعبة. ايش هذه؟ ما فهمتها. ولا يروح ياخذ راحة؟ هذا عسكري ولا ايش؟ عسكري ذا الظاهر. اوكي عسكري. وانا اقول ايش فيه؟ طيب ليش طالع فوق اساميهم؟ شيء غريب. ايش التحديث هذا؟ ماني فاهمة ترى. ما ادري ليش طالع فوق اساميهم كذا، الله اعلم. اهم شيء غرفة الرسم نظيف. ولا يا غرفة المساجين كلين يا مدير كلين. نظف هذه. شوفوا يا عيال الزبالة، حط لهم زبالة. شوفوا كيف يا اخي نظفوا. طيب الزبايل يا هو ايش فيه؟ والله اوصاخ يا عيال في كل مكان. ايش فيه؟ ايش فيه؟ ماني عارف يا عيال. المهمة حقت السبلايخ حسبوها، مهمة السبلايخ حسبوها. الان ايرن 50,000 لوس. اتوقع انه دخل 50,000 كوينز، هذه ايزي. طيب هذه ايش طالب مني؟ بيلد اون باسكت بول. اوكي وش الباسكت بول؟ خلينا نشوف ايش الباسكت بول. خلينا نشوف المهمات. الباسكت بول يا عيال هو حق السلة. طيب مو مشكلة، خلينا نسوي لها السل ونجيب واحدة لانها مو راضية تنحسب، فمو مشكلة. لانه احنا سويناها الظهر قبل التحديث. اوكي وين الباسكت بول؟ هذه هي. اوكي نلفها بالشكل هذا. ابني اتوقع انه الان ياب انحسبت. ادري ايش في اللعبة شوي فيوزاتها ضاربة. والله حتى تعليقاتكم عن اللعبة هذه اني ناسيها والله العظيم. يا ساتر. اخر شيء اذكره انه في سجين هرب. هذا اخر شيء اذكره، هرب احنا قاعدين نطالع فيه. طيب الان اتوقع انه المساجين نايمين، الكل نايم. ممتاز. هل في عندنا مساجين برا؟ ما في، كلهم نايمين. ممتاز. اقدر اسوي لهم اللي هو غرفة جيمينج يا عيال. وات؟ غرفة جيمينج؟ لا يستهبلون. كيف لازم؟ اوكي لازم. لا 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 لا. طيب اوكي اوكي مو مشكلة، خلنا نسوي له باب هنا ونحط لهم الجيمينج. ما ادري ايش هدف الجيمينج بس يلا خلنا نحط لهم غرفة جيمينج يا عيال. طيب هذه يحتاج لها باب، خلينا نجيب لها باب نخليه بالشكل هذا. اوكي ممتاز. كأني اشوفهم بدوا يشتغلوا على التنظيف، يعني احس انه النظافة صارت افضل. خلنا نسوي كلين هنا، وهذه نسوي لها كلين. هل زي اوكي ما عاد
اوكي يا عيال حلو، هذا احسن شيء ضبطوه في اللعبه، انه ما عاد انظف كل جزء لحاله، احدد مثلا المطبخ اسوي له كلين، خلاص يجي ينظف لي الاداه. شوف لما احط على الاداه هذه وسوي لها كلين ما يجي عليها علامه كلين، خلاص حتتنظف الغرفه بالكامل كذا. لا كذا حلوه، كذا حلوه يا عيال. اتوقع انه الان لازم ناخذ لنا شويه قسط من الراحه الين ما يجي اليوم الثاني، لانه الكل نايم ما عندنا شيء نسويه. ريهاب له 15 سجين، عيد تاهيل 15 سجين. هل عندنا سجين هنا؟ اوكي والله عندنا واحد بس. هل في زنزانه فاضيه؟ لا ما في. طيب خلاص خليك، الظاهر اني بزيد الزنزانات يا عيال، خلينا نزيد زنزانات. اوكي نزيدها بالشكل هذا، احنا عندنا مساحه هنا محددينها للزنزانات، نسوي له روتيت بالشكل هذا. اوكي ونمدد الكهرباء للاخير. اوكي مددنا لها الكهرب. اعطيني بغرفه ثانيه. سويت الزيادة حاليا 3 زنزانات اتوقع كفاية. خلينا نحطه هنا ونشوف هو ايش عنده اصلا. اوكي عنده هذه حق العصبية. وشو ذا يبي يطلعه؟ اوكي مو مشكلة كنتينيو. اوكي خلينا نطلعهم كلهم، نسوي سكيب منث. اخر زنزانة في اليمين لازم نوديه على الريهب لان ما سوينا للريهب. وين هو؟ هذا هو يب هذا هو، ما ادري من وين جاي. خلينا نوديه على هذه. تمام بعدين نرجع في غرفته، هذه هي. تمام خليه ينام لين نشوف ايش بنسوي. حاليا عندنا 50,000. كملنا مهمة انه تجيب 50,000. اوكي ايش هذا؟ بلس 40 الاوبجكت. اوكي يبينا نسوي 40 اوبجكت. اتوقع ان الموضوع مره ايزي. اتوقع يقصدون بالاوبجكت الاشياء اللي نفس كذا. ف ايش نسوي ايش نسوي ايش نسوي ايش نزيد؟ خلينا نحط مثلا ساعه ونشوف هل تزيد ولا لا. مثلا نخلي ساعه في المنطقه هذه، هل زادت؟ اوكي ما ادري شكلهم جابوا العيد، صار 25 والله طالب مني كمية كبيرة يا عيال. طيب مو مشكلة، على طول بضغط كذا ونختار الاوبجكت من هنا افضل. ودي احط لهم حقة عصير شكل هذا، ونزيد لهم واحدة من حقات القهوة. بس وين نخليها؟ بخلي واحدة هنا. كم صار عندنا؟ 27 والله 40 كثير يا ولد. وبضيف لهم حقات الموية بالشكل هذا، لاني احس يا اخي يقعدون يطاقون على حقات الموية. ها هذه حقات الموية، نحط لهم زبالات الله يكرمكم. لا هذه ما ادري حق ايش، بس حط ليش لا. قلتوا لي في التعليقات لا تحط شو اسمه، لا تحط خليني احط حقات الحريق. قلت لي لا تحط لمبات واشياء زي كذا. خلينا نشوف وين افضل مكان نحط فيه حقات الحريق. اتوقع هنا في حق الالكترونيات بتكون ممتازه لاطفاء الحريق. نحط لهم هنا واحده عند الزنزانات. ايش كمان ودي ازين كذا بعشب واشياء كذا جميله بالشكل هذا بشكل عشوائي يعني. هل مرة ما في اي ترتيب. اوكي عيال اتوقع خلصنا المهمة حقت الاوبجكت. ما ادري ايش باقي عندي من مهام. هذا ما ادري ايش. ليش ما يروحون على غرفة العلاج وذا؟ غريب موضوعهم، ليش ما يروحون على غرفة العلاج؟ هذه يحتاج الى تنظيف، ما راح يجونا اي سجناء طالما ان هي كذا. والله العظيم جاي بالعيد انا. هذا في السجن الانفرادي، فخلينا نسوي له سويت له خروج من السجن الانفرادي، خله يطلع. ما ادري من متى احنا ساجنين وما ادري ايش سوى، فخلاص دام نسينا خلينا نطلعه. يا ساتر يا الزحمه اللي هنا، ايش فيه؟
عمي هذا كله عطش؟ مستحيل. مشكلة حطلهم كثير. انا شوف هذا لا قاعد يشرب ومروق. غرفة الجيمينج ما ادري ايش هدفها يا عيال. هل احنا قد سوينا غرفة جيمينج من اول؟ اتوقع انه احنا قد سوينا غرفة جيمينج من اول. لا هذه غرفة حقت ذا. ما ادري والله ايش هدفها غرفة الجيمينج يا عيال. اهم شيء انه ضفنا لهم غرفة جيمينج وخلاص. ايش اقدر اضيف في غرفة الجيمينج؟ اوه دايم اقدر اسوي من الاشياء ذي. اعطيهم يا رجل ليش لا. خلينا نضيف لهم ايش نضيف؟ ما في بلاي ستيشن. خلينا نضيف من هذه شكلها حلو. عطهم واحدة هنا اوكي. وعطهم من هذه بالشكل هذا. اوه لودو يا عيال. لودو ستار. والله يا عيال ذولا فاصلين. اتوقع انه الان اغلبهم حيتوجهوا للعلاج والاشياء هذه. هذا متعالج وذا بس انه باقي له في محكوميته كثير. ايوه حلو عندنا سجين جديد. طبعا التسجيلات هذه بعض التسجيلات اتوقع اني شلتها. وشو هذا اللي طالع لي هنا؟ عندنا نيو يا عيال. كيف ذا مانجر اوف ستاف ذا ابيليتي. الله ماني فاهمها يا عيال. ما ادري ايش يقصدون فيها. اهم شيء يا عيال انه وضعنا في الاكل وفي الشرب وفي السبلاي وضعنا مره اوكي. فالحمد لله. هذه يحتاج لها كلين. تعالوا نظفوها يا كابتن. هذول وين رايحين؟ وين ذولا رايحين؟ تعالينا تعال. يلا ادخل 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 جوا جوا جوا. لا اشوف احد برا. لا اشوف احد برا. يلا 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 جوا جوا جوا. يلا هناك 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 هناك. يلا عندنا هنا سجين جديد. خلينا نوديه على زنزانه. خلينا نحطه في زنزانه هنا قريبه. وايش هو عنده؟ كحول. كحول ايش كان اللي يعالج الكحول يا عيال؟ صدقون نسيت. اوكي الرسم. الرسم يعالج الكحول. وين هو ولد؟ هذا هو هذا هو. تعال اصبر يا مسلم. تعال هنا هنا انت علاجك. يلا قاعد تجيني رسائل فلوس يا عيال. ايوه ما عاد شفنا المهمات. الرهاب توقع انه خلصنا 9 من 15. ممتاز. هنا ايش جرينت؟ اوكي اتوقع انه يقول لي اسجن 15. وهذا ايش؟ بليس 5 بوسترز. اوكي يبيني احط بوسترات. فابشر والله ما طلبت شيء. غرفة السجناء موجودة. هذا واحد. وهنا عندنا اثنين. شكل لهم يا رجل. كلها يا عيال نفس البوستر. بس عساس ذا. علشان بس ذا كمل المهمة. طيب يقول لك ريهاب ايش؟ 10 هاكر بريزن. في هاكر يا عيال؟ هاكر يا عيال طالع لي هاكر. هل معقولة في ناس هاكر ينسجنون عندنا؟ ايش طيب علاج الهاكر؟ دقيقة خلنا نشوف خلنا نتأكد. اوكي الهاكر لازم لهم غرفة ميوزك. اوكي تمام. خلينا نضغط هنا ونسوي ايديت. وين الاكشن ايديت؟ ودي اوسع كذا بالشكل هذا. اقدر؟ لا ما اقدر. طيب مو مشكله. عطني الكرسي هذا. كيف احذفه او نشيله بالشكل هذا؟ نخليه هنا في النص. والله يا شباب معليش. لا معليش يا شباب. قوموا. خلينا الان نوسع ايديت. اوكي اتوقع انه لازم نشيل الكونكريت اللي تحت اتوقع. بس كيف نشيله؟ كيف نشيله هنا السؤال. شكلي جبت العيد يا عيال. هل اقدر ابني على ذا ولا لا؟ والله ما ادري شكلي جبت العيد. اصبر خلينا نشوف. طيب دقيقه هذه الغرفه لو سويت لها سل كامله اوكي هل حقدر اوسع من هنا؟ مع انه والله فيها فلوس بس هل حقدر اوسع ولا لا؟ هنا السؤال. انا هدفي ابغى اوسع. اوكي حلو قدرنا نوسع بس بالشكل هذا للاخير.
اوكي جايبين العيد يا عيال، بس يلا ما عليه. خلينا الان هل اقدر اوسع بالشكل هذا على اليمين؟ هل اقدر اوسع هنا؟ ليش ما اقدر؟ ما ادري، بس اقدر اسوي كذا، ما بس ما اقدر اسوي شيء ثاني. اقدر اسوي لهم باب هنا، نستفيد من المنطقه هذه نسوي لهم باب بالشكل هذا. اوكي الان في اكسس من جهتين، من هنا ومن هنا. الان نرجع نبي نسوي لهم غرفه الراحه حق المساجين. اتوقع هذه غرفه المساجين. خلينا نوصل كهرباء بالشكل هذا. اوكي اتوقع كذا جاهزه، ما راح اسوي فيها اشياء ثانيه. ودي اروح اجيب حقين ذول الهاكر، ما ادري ايش اسمه، يقول لك لازم يسمعون موسيقى ما ادري ايش العلاج هذا بالموسيقى، بس خلينا نسويه، ليش لا نسوي بالشكل هذا. ما راح اسوي غرفه كبيره. مكتب، وش ذا شيء غريب، بس يلا ما ادري ليش. خلينا نجيب مدرس. اوكي جبنا لهم مدرس، بس ليش الحدايد هذه؟ ما ادري، لا حد يسألني ليش. الله ما ادري يا عيال. اوه شوف ايش اقدر اضيف، شوف وات يا عيال، ليزرات شوف. ايش السالفة؟ ايش اللي صاير؟ ما ادري يا عيال، هذه غرفة رقص ولا ايش السالفة؟ يا هكرات ايش وضعكم؟ ايش وضعكم يا هكرات؟ الله ما ادري، بس خلينا ناخذ السجين هذا ونوديه على زنزانة ونشوف ايش عنده. ليش ما قبل؟ اوكي كذا قبل. ايش عنده هو؟ عنده شراب وعنده ذا، الله يكفينا شره. ها تفضل هنا. طيب هو سجين واحد بس صح؟ يب سجين واحد. الى الان الاوضاع هادية ومستتبة وما في اي قروشة او اي مشكلة حصلت الحمد لله. بزيد عمال النظافة شوي، ليش لا؟ طالما انه حدثوا اللعبة فاتوقع انه حيكونون افضل كفاءة. خلينا نزيدهم بالشكل هذا، مع انه ترى بالغت شوي في عددهم، لكن مو مشكلة. ايوه العب العب يا الديسكو. دايم يا عيال، ليش طالع لي دايرة صفرة هنا؟ ايش فيه؟ ايش اللي صاير هنا؟ غريب الموضوع يا اخي. خلينا نعطي ذا ترقية، ما ادري ايش اللي صاير هنا، غريب. خذ لك انت ترقية، والله ما ادري ليش بس خذ لك. ايش السالفة؟ ماني عارف ايش سالفة الدائرة الصفرة ذي، بس يلا مو مشكلة خليها. عندنا مساجين نقدر نطلق صراحهم، فا اوكي خلنا نطلقهم كلهم. يلا سلام عليكم. ايش باقي عندنا من غرف احنا ما سويناها يا عيال؟ فخلينا نشوف، اتوقع في باقي هذه حقة الفضاء. هذه ايش؟ اوكي غرفة صغيرة. ليش ذا؟ يا ساتر، خلينا نجيب لها موظف هذه الغرفة. والله يا ولد شكلها دايم، بس ما ادري ايش تعالج، مو مشكلة. تعالج والله حتى ما هو واضح، شوفوا كيف صغير مو واضح. ما ادري ايش هذا، والله حتى ماني قادر اقراه يا ولد. ما ادري ايش. اوكي سجين صح؟ هلا 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 والله هلا. هذا السجين وصل يا عيال، تعال يا كابتن تعال، عندنا زنزانات كثيرة فاضية. ايش عندك؟ ايش مشكلتك انت؟ اوكي شراب بس، ايزي موضوعك. تعال هنا الرسم يا كابتن، وين الرسم؟ هذا الرسم هنا، هنا مكانك. اوكي هنا ليش في نور؟ ليش انت عندك نور؟ ليش؟ ليش؟ مين عطاك النور؟ والله هنا الانوار. ايوه عطاها ديسكو. طيب الان ايش اللي حيصير؟ خلينا شوي نمشي الوقت. الشيء الممتاز انه الان كان اول في صوت مزعج لما تسوي سكيب، لا الان صار افضل، ما عاد في صوت مزعج حق السكيب. اوكي الان حيتوجهون كلهم عشان ينامون. اورايت كلهم نايمين امورهم تمام، ما في احد حيشرد. بس اللي بفهمه هذا اللي على الاشخاص غريب يا اخي، ما ادري ايش شاغلني كذا وسوسه.
اوكي سكيب مانث ممتاز. خلينا نسوي سكيب. حلو دخلنا في شهر جديد. خلينا نرجع الوقت. طبعا شو اسمه الهاكرات ذولا ما جانا احد منهم الى الان. هذا ليش ما عالجوه من الشراب الله يكفيكم من... اوكي في عندنا مساجين حيطلعون. اوكي هذا معالج. اوكي وضعه ممتاز. هذا وضعه ممتاز. وهذا كمان وضعه ممتاز. وهذا وضعه ممتاز. هذا باقي. باقي ما تعالج من الشراب. اسمه جوفن. جوفن اسمه يا عيال. فراح ندوره جوفن هذا. اوكي هذا هو جوفن. فالان نقول له يا كابتن هنا الله لهينك. في الغرفة لا تنسى. لازم تتعالج. تبي تطلع تعالج. ما تبغى تطلع اقعد. انت حر. طيب اللي ملاحظوا يا عيال استهلاك الاكل او الاكل عندنا منخفض. يعني الموية شوفوا كم 13000. الكهرباء 36000. الاكل 2000. ليش؟ فنجيب طباخ زيادة. احنا عندنا مكاين وعندنا كل شيء بس نحتاج طباخ زيادة. اوكي الان حيشتغل. عندنا كل شيء موجود بس اللهم نحتاج طباخ زيادة يصنع لنا. والله يا عيال الدائرة هذه انا حاس ان في سر هنا. ايش هو ما ادري. شيء غريب. يا ولد سجننا فاضي. ما في سجناء يا ولد. لازم نجيب سجناء. لازم. بكذا يا عيال نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. انا عارف ممكن حلقة ما فيها احداث كثيرة ما فيها اشياء كثيرة لكن اشتغلنا شغل كثير اضفنا اشياء كثير. باذن الله في الحلقة القادمة حنقدر نستقبل الهاكر. زي ما تشايفين عندنا زنزانات كثيرة فاضية. باذن الله حنجيب سجناء. اهم شيء يا عيال لا تنسون اللايك. لا تنسى اللايك. واتمنى ان الحلقة نالت اعجابكم. نشوفكم على خير في امان الله.